حنا المشكل تاع لي زانفراستركتور تاع القاعات شيء معروف. حنا وين كنا في قطر كنا نلعبوا في منشأة رياضية في مستوى عالي. انا ما ناكدش على القاعات ولا منشأة رياضية كستركتور كحجم كبير. انا ناكد كمفني ناكد على اكثر شيء البساط اللي نخدموا عليه. كيعود البساط نوعيه جيده اللاعب ما راحش ينضر راح يستفاد. احنا المشكل الاصابات هذو تصير اللاعبين خاصه من الارضيه تاع هذا من الجانب الفني ارضيه دوك الارضيه اللي معمول بها اكثر شيء هي ارضيه جلفور في البطولات العالميه في الدورات الدوليه الاسيويه الافريقيه. بساط جلفور هو المعمول به تسمى معتمد من طرف الهيئه الدوليه لكره اليد. درك لازمنا احنا حتى مش هذا مشكل مش المشكل هذا لازم مشكل عميق. احنا في الجزائر تنقصنا كثير يعني المنشآت الرياضيه الهياكل الرياضيه من الطراز العالي. احنا تدربنا في بوسماعيل ارضيه كانت مش ملائمه. اقترحت على الرئيسه قالت لي الرئيسه ما كحتى مشكل امكانيات تكون وفروها. قلت لها التربص الجاي نديروا تربص في وهران ولا نسويوه هنا في جهه عين طايا خاطر عين طايا فيها البساط جلفور. جلفور المعمول به في حتى ولو قادم بصح احسن من اللي كاين في بوسماعيل ولا في صالات عين بنيان ولا